اهلا بيكم في فيديو جديد. والنهارده زي ما انتم شايفين مش قاعد في المكان اللي بصور فيه على طول، وهنا هنيجي اللي هي رده فعل. لو احنا قاعدين في المكان اللي احنا بنعمل فيه رده فعل، سواء رده فعل على الماتشات، وده هو رده فعل على القرعه، قرعه دوري ابطال افريقيا اللي بتضم اللي احنا عملنا لها من يومين قرعه اصلا على القناه، اللي بتضم الوداد والرجاء والاهلي والزمالك والنجم والترجي وسان داونز ومازيمبي. مجموعات الفرق كلها صعبه، الماتشات كلها تبقى صعبه جدا جدا جدا، الماتشات كلها تبقى ضرب نار، فالقرعه تبقى ضرب نار. فانا خلاص فاضل 5 دقايق بالظبط والقرعه تبدا، بس قبل ما اخش في القرعه انزل اعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناه واشتراك وفعل الجرس عشان تيجي حلقات اول باول، واقعد معانا لحد اخر فيديو عشان في اخر فيديو هنقول راينا على القرعه وكمان نقول توقعاتنا للصاعدين. يلا بينا نخش في الحلقه. بداية القرعة، وتقريبا القرعة الأولى هتبقى قرعة الكونفدرالية، بعد كده قرعة دوري الأبطال. بما إن قرعة دوري الأبطال لسه بدأتش، الكونفدرالية بدأت، تعالى نتكلم شوية عن قرعة دوري الأبطال. إحنا اتكلمنا قرعة دوري الأبطال، قلت لكم القرعة اللي إحنا عملناها بتاعت القناة هي كانت الأهلي والترجي والزمالك والنجم والوداد ومازيمبي وكان الرجاء وسان داونز. تعالوا نقول أمنياتنا، أمنياتنا كمصطفى إن الزمالك يقابل النجم الساحلي، ما نقابلش نقابل نجم زي قرعة اللي انا عملتها بالظبط، وكمان بتمنى كمان الاهلي يقابل مازيمبي. ليه بقى؟ ان المازيمبي اللي هو الاهلي قدامه ترجي ومازيمبي وسان داونز اصلا، فانت لما تلاعب مازيمبي، مازيمبي هو اضعف واحد من الثلاثه اللي موجودين للاهلي، اللي هو الاهلي عنده مازيمبي وترجي وسان داونز، هو مازيمبي اضعفهم. فلما مازيمبي يلعب الاهلي هتبقى في الحنين، والزمالك لو لعب النجم تبقى خير وبركه، احنا عندنا النجم وترجي وسان داونز، فلو لعبنا النجم تبقى خير وبركه يعني لو لعبنا النجم، بس خايف بصراحه من القرعه، فبتمنى ان احنا نلعب النجم زي ما عملت في القرعه كده، وبتمنى ان الاهلي يلعب مازيمبي، وبتمنى كمان مباراه هتبقى ما ينفعش تحصل في الوقت الحالي خالص، هي تبقى الترجي والوداد، ما ينفعش تبقى دلوقتي في شحن كبير جدا بين الجمهورين وشحن كبير جدا بين الفريقين، فهتبقى مباراه صعبه جدا على الفريقين يعني، فبتمنى تبقى بعاد جدا عن بعض دلوقتي، يبقى النجم مثلا والوداد والترجي والرجاء ولا حاجه، بس هو الترجي والرجاء مش هينفع يلعبوا بعض عشان هم اصلا الاثنين في نفس المجموعه يعني، فلو مازيمبي خد الاهلي هيبقى قدام الوداد يا اما يلعب ترجي يا اما ما يلعبش حد، فمش هيبقى قدام الترجي، فهو بقى القرعه هتمشي زي ما نشوف. بس انا قلت لكم نيات الفرق المصريه، الزمالك لعب النجم والاهلي لعب مازيمبي، وربنا يكرم ان شاء الله. ويلا بينا بقى ايه نشوف القرعه. وادينا شفنا في الكونفدراليه بيراميدز لعب زاناكو الزامبي، مواجهه في الحنين لبيراميدز، ممكن جدا يصعد من المواجهه دي للسيمي فاينل، فزاناك يعني هتبقى صوت سهل ان شاء الله لبيراميدز، ونشوفه في السيمي فاينل. مواجهه صعبه جدا 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 للمصري، المصري هيلاعب نادي البركان المغربي، نادي البركان السنه اللي فاتت وصل فاينل الكونفدراليه، وادي السنه دي بينافس بقوه على البطوله، فهتبقى مواجهه صعبه جدا 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 للمصري عكس قبل يعني، المصري لعب نادي البركان السنه اللي فاتت اللي قبليها لعب في 2018 تقريبا نادي البركان وطلعها، لكن السنه اللي فاتت نادي البركان كان عامل بطوله عاليه جدا، ومش متابع بصراحه الكونفدراليه السنه دي، بس سامع برضه ان نادي البركان عامل بطوله كويسه، فتبقى مواجهه صعبه جدا على المصري مواجهه نادي البركان دي. الكسبان من زاناكو وبيراميدز هيلاعب الكسبان من انيمبا وحوريه كوناكري في السيمي فاينل، والمباراه الاولى هتبقى على ارض بيراميدز، يعني الذهاب هيبقى في مصر الاول، فمباراه سهله لبيراميدز في دور الكوانتر فاينل اللي هو دور الثمانيه، دور السيمي فاينل ممكن يبقى مش عارف صعب ولا سهل بصراحه، حوريه كوناكري انيمبا مش متابعهم. والماتش التاني بقى في السيمي فاينل هو هيبقى الكسبان المصري ونهضة البركان هيلاعب الكسبان من حسنية أغادير والنصر الليبي. قرعة بتاعت الكونفدرالية خلصت، وقرعة تبقى ممكن تبقى سهلة على فرق وصعبة على فرق تانية، بس يلا بينا بقى نروح على قرعة اللي احنا منتظرينها أصلا والفيديو معمول عشانها، وهي قرعة دوري الأبطال. بعد تقريبا لما قعدنا ساعة ما بين قرعة الكونفدرالية وقرعة دوري الأبطال، خلاص قرعة دوري الأبطال هتبدأ أهي. بداية القرعة، اول ورقه اتسحبت من التصنيف الثاني وهي الاهلي، الاهلي المصري. هنشوف مين اللي هيلاعب الاهلي. انا قلت لكم بتمنى يكون مازيمبي، وتوقعت يكون توقع في القرعه بتاعتي ترجي، ونشوف دلوقتي بقى مين هيلاعب الاهلي. بسم الله، مين يلاعب الاهلي؟ مين هيلاعب الاهلي؟ مين مين مين
مين؟ اوه يا نهار ابيض، الاهلي هلاعب سان داونز في دور التمانية تاني. يا نهار ابيض على الماتش، ماتش هيبقى ضرب نار، هنتكلم في الاخر، بس ماتش هيبقى ضرب نار. اهلي وسان داونز تاني، يا نهار ابيض. ماتش الاول بقولك هيبقى في مصر والتاني جنوب افريقيا تقريبا. شوف الورقة التانية، ربنا يستر ربنا يستر ربنا يستر كده. الحمد لله الاهلي خد سان داونز، الزمالك مش هيقابل سان داونز. ربنا يستر. مين مين؟ الرجاء، الرجاء المغربي هو تاني ورقة. والماتش التاني الرجاء هنشوفه يقابل مين؟ مازيمبي. الرجاء هيقابل مازيمبي، الاهلي كده هيقابل سان داونز، والرجاء هيقابل مازيمبي. كده مفيش حل، مفيش غير حل واحد بس. الزمالك تقريبا هيقابل الوداد، هيقابل الترجي، ولا ممكن الوداد يقابل الترجي، ولا ممكن الوداد يقابل الترجي، ممكن الوداد يقابل الترجي عادي. مش عارف، انا متلخبط، اتوترت باللي حصل، اتوترت. فيارب يا رب يا رب النجم، انا بتمنى النجم للزمالك. مين اللي تقدر؟ الزمالك، ورقة الزمالك، ورقة الزمالك. يا رب يا رب يا رب. حاسسها، حاسس الترجي، بس يا رب يبقى النجم. حاسس الترجي بس يا رب يبقى النجم. مين مين يا رب؟ مين 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 مين؟ شفتها الترجي، الترجي. الزمالك هيلاعب الترجي. ماتشات كلها صعبة، الزمالك هيقابل الترجي. احنا كده هنقابل الترجي كام مرة؟ 3 مرات في 20 يوم. مباراة صعبة، مباراة صعبة للزمالك، واخر ماتش النجم والوداد. يلا يلا بينا، تعالوا يلا يلا نتكلم. اخر مباراة هي النجم والوداد تقريبا، هو الاهلي طلع والرجاء طلع والزمالك طلع، هو الاخر فيش غير اخر ورقة الوداد ومباراة ما كانش حد. يلا الحمد لله الحمد لله. ترجي الوداد هيلاعب النجم، هنشوف قرعة سيمي فاينل، بعد كده نروح نتكلم على القرعة بقى وايه توقعاتنا وكده. وحتى مندوب الاهلي قاعد زعلان، يعني المندوب بتاع الاهلي قاعد زعلان. هو مش عارف احمد مرتضى منصور فرحان على ايه، يعني احمد مرتضى منصور مبسوط قوي اللي هو يلعب الترجي. هو اقول لكم اللي هو الماتش مهم ليه في الاخر، بس الماتش كويس للزمالك جاله الترجي، يعني كويس للزمالك اللي جاله الترجي. هقول لكم ليه في الاخر، بس نشوف بس هنلاعب مين السيمي فاينل، هيلعبوا مين. بيسحبوا كور الورق بتاع نصف النهائي كده، نصف النهائي الثاني اللي هو الرجاء ومازيمبي. الفائز من الرجاء ومازيمبي هيقابل مين؟ ده غيره مين؟ قول لي بقى الزمالك والترجي، قول لي بقى الزمالك والترجي، قول لي قول لي قول لي الزمالك والترجي. الزمالك والترجي، هو الزمالك والترجي. اللي هيكسب من الرجاء ومازيمبي هيقابل الكسبان من الزمالك والترجي، واللي هيكسب من النجم والوداد هيقابل الكسبان من سان داونز والاهلي. عرفنا ماتشات السيمي فاينل وعرفنا ورقه السيمي فاينل، تعالوا نتكلم بسرعه ونتوقع كمان الصاعدين للسيمي فاينل. اول ماتش وهو الاهلي وسان داونز. مباراه الاهلي وسان داونز مباراه هتبقى صعبه جدا جدا جدا. شفنا الخوف، يعني جماهير الاهلي اكيد هتبقى خايفه مباراه سان داونز، وكمان شفنا التصريحات بتاعه اللعيبه بتاعه سان داونز، وشفنا موسيماني بيقول لك انا الفرق بتعتبرني مش عارف جوارديولا تقريبا، وحارس ترجي، حارس قصدي بتاع سان داونز، بيتريق على الاهلي والزمالك في ستوري على الانستجرام. ففي لبس، في سان داونز واخد مقلب كبير في نفسه. سان داونز فريق تقيل وفريق كبير، بس عراقه الاهلي وتاريخ الاهلي كبير جدا على سان داونز، واكيد اكيد اكيد الاهلي هيخش ماتش سان داونز ده يبقى حاطط في جوه دماغه ماتش الخمسه، ويبقى حاطط جوه دماغه ان لازم يصعد من
المباراه دي ولازم يرد اعتباره. مباراه هتبقى بكل شك بكل بدون شك بدون شك هتبقى مباراه صعبه جدا، سواء صعبه على الاهلي او على سان داونز. الاهلي يبقى داخل مباراه في حماس كبير جدا انه يكسب المباراه، يبقى عنده حماس كبير جدا انه يرد اعتباره. الناحيه الثانيه سان داونز داخل بثقه كبيره جدا، داخل انه هو اقوى فريق في البطوله وهو احسن فريق في البطوله، واخد ثقه ان الاهلي داخل خايف منه. فربنا يستر في المباراه دي وما نشوفش فضيحه تاني للاهلي. مصر مش هيعمل فضايح تاني بصراحه، والاهلي بالذات مش هيعمل انه يخرج من افريقيا بفضيحه تاني. فمباراه تبقى صعبه جدا على الفريقين، مباراه تبقى مش سهله ولا على الاهلي ولا على سان ولا على سان داونز. خلاص في اخر الشهر دون هتبقى مباراه الذهاب، فمباراه تبقى مش سهله كل تأكيد، هي تبقى مش سهله. يبقى فيها رد اعتبار، الاهلي عايز يرد فيها اعتباره، وناحيه ثانيه سان داونز عنده ثقه كبيره جدا، فمباراه تبقى سهله. بس لازم نتوقع، وللاسف للاسف توقعي الصعب من المجموعه دي للاسف هيبقى سان داونز. ليه سان داونز؟ وليه سان داونز هو اللي صاعد؟ بسبب قوه سان داونز. سان داونز فريق قوي، فريق قوي جدا، وفريق رخم جدا على ارضه وبره ارضه، فريق رخم جدا جدا جدا. والاهلي فريق كبير وفريق قادر ان هو يصعد، بس توقعي ان الاهلي هيخرج من البطوله وسان داونز هو هيروح السيمي فاينل. تاني مباراه لينا، وهي مباراه الرجاء البيضاوي ومازيمبي الكونغولي. مباراه برضو صعبه، صعبه على الفريقين سواء على الرجاء او مازيمبي. مازيمبي صعب جدا ملعبه، ملعبه صعب جدا، الملعب ضيق، الملعب نجيل صناعي، والجمهور قريبه جدا، الجماهير قريبه جدا من الملعب بتاع المباراه. مباراه تبقى صعبه جدا على الرجاء. والناحيه الثانيه برضو الرجاء في المغرب هتبقى مباراه صعبه على مازيمبي، لان الملعب بتاع الرجاء صعب جدا، وجمهور الرجاء والجمهور المغربي جمهور صعب جدا وجمهور رخم جدا يعني بصراحه. فالفريقين مباراة تبقى صعبة على الفريقين، هي مباراة تقريبا كلها بتاع دور الثمانية صعبة، بس المباراة تبقى صعبة على الرجاء أكتر ما هتبقى صعبة على مازيمبي بصراحة. الرجاء شايفين في تذبذب في مستواه، في تذبذب في مستوى الرجاء، الرجاء مش من الفريق المعهود أو القوة المعهودة اللي احنا شايفينها. أكيد المباراة تبقى صعبة على مازيمبي في المغرب، بس المباراة تبقى صعبة جدا على الرجاء في الكونغو. فمباراة تبقى صعبة جدا على الفريقين سواء مازيمبي أو الرجاء. بس توقعي للصاعد من المباراة دي هو هيبقى مازيمبي على حساب الرجاء البيضاوي. المباراه الثالثه بقى، وهي مباراه الزمالك والترجي التونسي، الفريقين اللي اصلا هيلاعبوا بعض يوم 14 في قطر في السوبر الافريقي. مباراه هتبقى كويسه للزمالك. ليه بقى للزمالك مش لضعف الترجي مثلا ولا حاجه؟ لا، الترجي فريق صعب جدا، بس ليه الزمالك هيبقى مباراه نوعا ما سهله؟ ليه؟ لان الزمالك هي مش تبقى سهله، هي تبقى مباراه هتبقى كويسه للزمالك. ليه؟ ان الزمالك هيلاعب الترجي يوم 14، يوم 14 بعديها ب 15 يوم هيلاعب الترجي تاني، وانه يلاعب الزمالك فريق نفس الفريق مرتين في نفس الشهر، فتبقى سهله ان الزمالك مش هيبقى بيشتت نفسه في كذا فريق. هو الزمالك في شهر فبراير عنده الترجي وعنده الاهلي، وكنا هنبقى معانا الفريق الثالث بتاع دور الثمانيه. لكن انت دلوقتي عندك فريقين تركز عليهم، ان الترجي تركز على نقط القوه ونقطة الضعف بتاعه، لان هيبقى عندك ماتشين وعندك الاهلي في السوبر الافريقي، فيبقى عندك ماتش فريقين بس لتتركز عليهم. دي حاجه كويسه جدا، عكس الزمالك. عكس الزمالك مثلا لو كان قابل النجم الساحلي او سان داونز، كنت هتقابل بقى اللي انت عايز تركز في نقط ضعف ونقط قوه الترجي، ونقط ضعف ونقط قوه الاهلي، وتحاول بقى تركز في نقط ضعف ونقط قوه النجم او سان داونز. فان انت تقابل الترجي دي كويسه، ان انت تعرف تدرس الترجي كويس جدا. لكن انت تعدي من الترجي بسهوله دي الصعب، لان الترجي فريق صعب جدا، فريق من مرشحين افريقيا. الترجي تاريخه مش كبير، تاريخه طبعا يحترم، فريق يحترم، لكن الترجي فريق دلوقتي فريق تقيل قوي، فريق تقيل قوي، ومعاه مدرب تقيل قوي، الملعب بتاعه رخم قوي 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 يعني، الملعب بتاعه رادس. فانت الزمالك هيبقى مباراه هتعرف تدرس الترجي كويس جدا، انت هتلعبه قبلها على طول في بطوله اللي هي السوبر، تعرف تدرسه كويس جدا، هتبقى كويس ليك ان انت تعرف تدرسه. فان شاء الله الزمالك يعمل اداء كويس جدا. كواحد زملكاوي اكيد بتمنى ان الزمالك يصعد من المجموعات، من قصدي من المباراه دي، فبتمنى ان الزمالك يقدم مباراه كويسه ونعرف ندرس الترجي. الترجي هيبقى سهل يعني، الزمالك مستواه الحالي هيبقى نوعا ما سهل للترجي بكل تاكيد، بكل يعني بكل صراحه. خلينا نتكلم بصراحه، الترجي فريق قوي، فريق تقيل قوي، الزمالك فريق متذبذب نوعا ما شويه، في تذبذبه نوعا ما شويه، فممكن الترجي يبقى واخر الزمالك قصيد سهل، والزمالك الناحيه الثانيه يبقى مستصعب الترجي، بس هيعرف يدرسه كويس ان شاء الله باذن الله. الزمالك يعرف يدرس الترجي كويس جدا، انه هيلعبه قبلها في البطوله فيعرف يدرسه كويس. فان شاء الله يبقى مباراه نوعا ما متوسطه للزمالك، او نوعا ما في المتناول، فلازم نتوقع دلوقتي. وللاسف للاسف
للأسف توقعي الصاعد من المباراة دي بعيدة عن العاطفة هو للأسف الترجي التونسي. للأسف داخل مباراة الترجي مش حاطط أمل كبير إن احنا نصعد من مباراة الترجي كواحد زملكاوي، بس إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله الزمالك قادر على الصعود، بس توقعي إن الترجي هو اللي هيعدي من الزمالك. آخر مباراة معانا بقى وهي مباراة الوداد والنجم الساحلي، مباراة ممكن تكون الفريقين نوعا ما قريبين من بعض المستوى. الوداد مش الفريق اللي احنا عارفينه بتاع السنتين اللي فاتوا مثلا اللي هو فريق في حته تانيه خالص، او نجم فريق اللي هو واقع جدا واللي يخرج من البطوله، لا هو فريق ممكن يبقى صعب على الوداد، فريق ممكن يرخم على الوداد. الوداد فريق مش من السهوله اللي احنا عارفينها، من نجم فريق ابتدى يستعيد تاني بوريكو ويستعيد مستواه ونصعد اول مجموعه، دي حاجه كويسه جدا للنجم. فالنجم فريق مش سهل والوداد فريق مش سهل، مباراه تبقى صعبه جدا سواء هتتلعب في سوسه اللي هو خلاص النجم رجع تاني سوسه ويلعب في سوسه في تونس، او هتلعب في ملعب محمد الخامس في المغرب، فمباراه هتبقى صعبه جدا 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 على الفريقين. بس توقعي الصاعد من المباراه دي هو الوداد المغربي. وبكده بعد ما قلت الصاعدين من المباريات هيبقى الصن داونز هيلاعب الوداد المغربي والمازيمبي هيلاعب الترجي. ف ده كان توقعي للصاعدين من دور الثمانية ورأيي في القرعة ورأيي في المباراة وردة فعلي. قول لي انت بقى رأيك وتوقعك للصاعدين لدور السيمي فاينل، قول رأيك في القرعة، قول لي كمان توقعك للصاعدين لدور الثمانية في الكومنتس. ولو الحلقة عجبتك ما تنساش تعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناة واشتراك وفعل الجرس عشان تيجي الحلقات أول بأول، وتابعونا على السوشيال ميديا بتاعتي هتلاقيها في الديسكربشن تحت، واعمل شير على الفيسبوك ريتويت على تويتر. وكان معاكم مصطفى، شوفكم الحلقة الجاية، سلام. ماتشات يا جدعان صعبه، انا يعني اهلي وصن داونز ورجاء ومازيمبي زمالك وترجي ووداد ونجم، كنتش اتمنى الماتشات دي بصراحه. انا ما كنتش اتمنى الماتشات دي على الاقل للفرق المصريه، كنتش اتمنى الزمالك وترجي واهلي وصن داونز، سواء الاهلي وصن داونز تاني. وانا مش طلعت يا رجاله المباريات اللي احنا توقعناها ولا واحده طلعت صح، انا قلت الاهلي والترجي غلط، الرجاء وصن داونز غلط، الزمالك والنجم غلط، الوداد ومازيمبي غلط. فالحمد لله يعني قرعتنا زي الفل، ونشوفكم في قرعات جايه بقى. سلام.